ولنقاش هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من العاصمة العمانية مسقط الكاتب والباحث وسام العاني. أهلا بكم سيدي. حياكم الله، يا أهلا وسهلا، حياكم الله. رغم إصرار مقتدى الصدر والكتل الحزبية الحاكمة على تمرير حكومة علاوي لأنه اعتذر عن الاستمرار، كيف تفسرون هذا الاعتذار الذي جاء ولماذا لم تتم الموافقة على حكومة علاوي؟ طبعا بالتأكيد فشل علاوي في الحصول على ثقة أعضاء البرلمان العراقي، هذا الفشل لم يكن وليد الصدفة وكان مقروءا بشكل مسبق من قبل الحراك الثوري العراقي الذي رفض تشكيل حكومة علاوي ودعا في أكثر من مناسبة إلى عدم إعطاء الثقة لهذه الحكومة. طبعا أسباب عدم حصول علاوي على الثقة من مجلس النواب أسباب كثيرة، ربما من أهمها هي الخلافات الباردة ما بين الأطراف الحزبية في العملية السياسية العراقية، فكما نعلم هناك خلاف شيعي شيعي وخلاف سني سني وخلاف كردي كردي، وأيضا هناك خلاف كبير ما بين الأحزاب الشيعية والأحزاب السنية من جانب وبين الأحزاب الشيعية والأحزاب الكردية من جانب آخر. وربما أيضا من اللافت للنظر أن غياب قاسم سليماني أيضا عامل أساسي، بعد أن كان هذا الشخص يقوم بتنظيم عملية لم الفرقاء السياسيين خلال كل المفاصل المهمة من عمر العملية السياسية التي امتدت على مدى عقد ونصف. قراءة الفشل واعتذار علاوي عن التشكيل، طبعا أول شيء هذا الفشل هو تأكيد لرؤية الحراك الثوري العراقي ودعوة السائرين إلى عدم إعطاء الثقة لهذه الحكومة ورفضهم القاطع لتشكيلها، وخصوصا أن بوادر تشكيل هذه الحكومة وترشيح علاوي أصلا جاء عن طريق استخدام العنف والقوة ضد المتظاهرين من خلال ما قام به أتباع التيار الصدري أتباع مقتدى الصدر من استخدام العصي والهراوات والسكاكين لتثبيت وأيضا الجرائم اللاحقة في النجف لتثبيت سلطة علاوي. من جانب آخر هذا الفشل أيضا هو يعتبر أيضا ضربة سياسية كبيرة لتيار مقتدى الصدر وأيضا لتيار هادي العامري، وهو الوحيد الذي وافق على هذه الحكومة. في ذات السياق واعتبار تحدثتم على دور الشعب ودور الشعب المتظاهر، نتحدث على هذا الضغط الشعبي للحراك والمتظاهرين وكيف ساهم أو أثر في اعتذار علاوي عن الاستمرار في تشكيل الحكومة. طبعا هذه نقطة مهمة جدا. علاوي كان يعلم جيدا انه امام سيل من الرفض الشعبي، وكان عليه ان يفي بتعهداته السابقه في انه في حال لم يستطع ان يشكل حكومه مستقله فانه سيعلن انسحابه. وانا اقول لولا هذا الحراك الثوري الكبير ولولا هذا الضغط الجماهيري لما تراجع علاوي وقدم اعتذاره، والا كان استمر مثل ما استمر من سبقوه ممن شكلوا الحكومات المتعاقبه وكانوا ياخذون فترات طويله جدا لتشكيل حكوماتهم للحصول على توافقات ما بين الفرقاء السياسيين، ولم يكن يهمهم طبعا الشعب ولم يكن يهمهم الجماهير في اي لحظه من اللحظات، لكن هذه المره بالتاكيد هذا الضغط الجماهيري وهذا الحراك الثوري لعب دور كبير في أن يجبر رئيس الوزراء المكلف إلى الاعتذار من الشعب والانسحاب من الترشيح. أستاذ وسام، بعض النواب طالبوا علاوي بالكشف عن الجهات السياسية التي دفعته للاعتذار عن تشكيل الحكومة، هل برأيكم لدى علاوي القدرة على الكشف عن هذه الأسماء، أسماء الجهات التي دفعته للاعتذار، وأقصد هنا الكتل السياسية التي ضغطت عليه في البرلمان؟ لا اعتقد ان يعني الرجل يعني من معرفتنا لهذا الرجل ومن يعني قراءتنا لأداء السياسي لا اعتقد انه يمتلك الشجاعه الكافيه لاعلان هذه الاطراف، وربما سيكتفي بالانزواء وقد يحضر نفسه لمنصب يعني حكومي قادم، لذلك هو لن يلجا الى
سياسة حرق الأوراق بالكامل، وأيضا ربما يكون أيضا يخضع لتهديدات من بعض الأحزاب التي تمتلك ميليشيات وفصائل مسلحة، وقد يطالبوه، وأنا أقول ربما يطالبوه في وقت لاحق بأن يوجه اتهامات مفبركة لأطراف يعني ليست هي الأطراف الحقيقية التي صنعت هذا الضغط على علاوي لحسابات سياسية ولتصفيات سياسية. في ظل هذا الصراع الحاصل بين الأحزاب على المناصب ورغم الرفض الشعبي العارم لكل هذه العملية السياسية، إلى أين تتجه أوضاع الشارع العراقي والمشهد السياسي في العراق أيضا؟ على صعيد الحراك الثوري سيستمر زخم هذا الحراك. الحراك الثوري وصل إلى منعطفات تاريخية كبيرة، لن يعود إلى المربع الأول على الإطلاق، بل على العكس الآن فشل علاوي في تشكيل الحكومة، هذا سيزيد من حماسة الحراك الثوري، يزيد من ويرسخ قناعتهم بأنهم على الطريق الصحيح وبأنهم لن ينتظروا أي جديد من الطبقة السياسية التي تتحكم بالعملية السياسية في العراق، هذا على جانب الحراك الثوري. وربما يتمخض هذا الحراك عن أو يعني دعيني أقول أتمنى أن يتمخض هذا الحراك عن فصيل سياسي ثوري يكون مبادر في وضع خطة بديلة عن الفوضى التي ممكن أنه تجرنا إليه الأحزاب السياسية. أما على صعيد الأحزاب السياسية فهم من يوم أمس يبحثون عن بديل ثاني لعلاوي يكون ربما أكثر مرونة وتعاطي مع الفرقاء السياسيين لإصرارهم الكبير على تشكيل حكومة تنبثق من داخل نفس الطبقة السياسية. شكرا جزيلا لكم الكاتب والباحث وسام العاني، كنت معنا عبر الهاتف من العاصمة العمانية مسقط.